والسلام يا حبيبتي. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة. دلوقتي أنا مخطوبة بقالي سنة ونص. مخطوبة؟ أيوة بقالي سنة ونص. اه. أول ما اتفقنا احنا كنا متفقين على 3 سنين، على أساس إن هو كان شغال شغل خاص. اه. يعني محاسب في مكتب محاسبة صغير. أيوة وأنتوا وافقتوا؟ احنا وافقنا. عشان حلو؟ لا عشان أخلاقه كويسة. طب ما هي دي الحلاوة. وما انا بقول عشان حلو يعني عينيه برتقاني ووشه بنفسجي، ما انا اقصد حلو يعني اخلاقه كويسه. بالظبط. وانتوا عرفتوا منين انه اخلاقه كويسه يا منى؟ بابا قعد معايا قعد معانا فطلعت اخلاقه كويسه. اه يعني ادانا له ورقه وقلم. لا وغير كده هو كان يا بنوته يا بنوته، يعني ادانا له ورقه وقلم وعملنا له امتحان في الاخلاق فجاوب صح. اه بالظبط كده. بجد والله؟ بالاخلاق كويسه يا منى لازم نكون عشرناه. هو كان زميل صاحبتي وصاحبتي كانت عارفاه. صاحبتك مش كفايه؟ يلا كملي القصه. طيب المهم بعد كده ربنا سهل له بعد ما اتخطبنا بحوالي شهر واشتغل شغل حكومي واتثبت. يعني انت وش خير؟ الحمد لله. ممكن الحمد لله. ها بس بعد كده احنا كنا بابا كان متفق ان هو هيساعده، احنا كنا متفقين على 3 سنين دول على اساس ان هو لسه ما فيش شغل ثابت او كده، فكان هيبقى وضعه برضه يعني قلنا هيبقى صعب ونصبر ونستنى، خصوصا ان هو نصبر يا حبيبتي. بس بعد كده بابا قال يعني سنه مثلا كده وهيبيع عندهم ارض في البلد. الارض دي يعني عدى سنه وكده وما ما فيش اي حاجه، ما عرفوش يبيعوها، والارض دي كمان عليها ميراث. اه يا حبيبي. فدلوقتي يعني انا بقول له مثلا اقترحت عليه ان احنا نعمل قرض وكده على اساس ان هو يسهل لنا الموضوع شويه، هو دخل في جمعيه بس الجمعيه دي مبلغها صغير جدا. على رايك؟ اه لا لا نعمل قرضين. نعمل قرضين علشان تبقى حياتنا هبابين. يعني حرام؟ اه طبعا ده مش حرام، هي حياه غلط يا بنتي. يا حبيبتي اسمعيني وكل المشاهدين يسمعوني. اروح اشرب شاي واخطب عيله وانا عندي شقه ولسه هفكر ابيع ارض عندي في البلد وابيع امي في الشارع اللي وراه؟ ده تهريج وقله ادب. مفيش بني ادم يدخل بيت بني ادمين الا وبيته جاهز وشغله يكفي 3 بيوت. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فيش واحد يروح ياخد ترانزيت عند ناس سنه واتنين وتلاته وفي الاخر احنا كنا متفقين ده ما اتفقناش يلا هدي الدنيا، بعد ما يكون بوظ حياتهم ودخل حياتهم وفضح الدنيا وخد ذكريات وعمل باك جراوند ونتخانق ونتصالح ونتخانق ونتصالح. دي مش جوازات، دي انتحارات. المسلم لو قالوا له ايه رايك يا فلان يا حبوكشه انت حضرتك خلصتي جامعه يا حبيبي ان خطوبه دي، يقوم الواد يقول ايه انا لسه بقول يا دي اخطبها. ثقافه امك عيشه مش عائشه رضي الله عنها، ايه تضيع منك احجزها اصلها جاموسه ادي عربون. ما ينفعش، هيجي بعد شهرين ثلاثه واحد احسن، هتكون انت سكتك وقفت، ده وقف حالك. هيجي واحد محترم، هيجي واحد يقدر يفتح بيت ويقدر يربي عيال. لكن قفلنا السكة على